بسم الله. بعد ما خدنا مفهوم الكلاس والاوبجكت والكونستراكتور واخدنا الانيشاليزر بلوك، تعال ناخد تمرين وهنتعرف فعلا مفهومين جداد اللي هو السكندري كونستراكتور والاوفرلودنج. بس خلينا برضو نستخدم فيه كل الحاجات اللي احنا اخدناها. بيقول لي انشئ فئه سميها سيركل، والفئه دي عايز فيها كونستراكتور بيسميه اجراء بناء، بيستقبل نص القطر ومش عارف ايه. قلت له واحده واحده، خلينا نمشي واحده واحده مع الطلبات عشان ما ننتوهش كل حته ونعملها على طول. تعال نعمل كده على الاس ار سي، نعمل فايل جديد للكلاس اللي هنعمله اللي هو السيركل. تمام، ادي الاكزامبل بتاعي، عامل كلاس وهسميه سيركل. مش هعمل اللي هو النوع الكونستراكتور اللي عملناه قبل كده، لان انا عندي اتنين كونستراكتور وعايز اعملهم. كونستراكتور واحد بيظبط نص القطر وواحد تاني ما بيظبطش، فهكتب كلمه كونستراكتور خلاص. وبعد ما اكتب كلمه كونستراكتور وعايز يبقى ليه بارامتر اسمه ار. تمام، فهم عامل كده اهوت للكونستراكتور ده، هم عامل له فار وفار وار. تمام، فار ار، وهحدد نوعها مثلا هي فلوت او دبل اي حاجه. ماشي، فلوت مفيش مشكله. تمام، الكونستراكتور ده كده افتح بقى قوس واقفله عادي جدا، اكني شلت كلمه فن واسم الفانكشن رميتهم وحطيت بدلهم كلمه ايه؟ كونستراكتور. ده بس الاختلاف، مع اختلاف ان احنا عارفين ان الكونستراكتور هو اول شيء بيشتغل اوتوماتيك، واول شيء بيشتغل ايه؟ بيشتغل اوتوماتيك. طيب ده اسمه نوع من اسمه السكندري كونستراكتور. تمام، ده النوع اللي هنشتغله. السكندري كونستراكتور بكتب فيه كلمه كونستراكتور ذات نفسها، بكتب فيها كلمه كونستراكتور ذات نفسها. شيل انا اسف ما كنتش اقصد كده، سكندري كونستراكتور، بس ده عايز اكتب اسم نبقى عارفين التايب. او بكتب كلمه كونستراكتور بقى ده النوع اللي هو سكندري كونستراكتور. وده مش منتشر قوي مع الكوتلين، رغم ان ليه شغل مهم جدا مع حاجات في الانهيرتنس والوراثه والكلام بتاع الاوبجكت اورينتد المهم اللي هنخش فيه فيما بعد، عشان كده بنضطر نبقى عارفين. تمام، فهنا تلاحظ في السكندري كونستراكتور ما بكتبش كلمه فار ولا كلمه فال، الموضوع بالنسبه لي منتهي. بكتب بس اسم الايه، اسم البارامتر. فعملت ار وعملتها فلوت مثلا، خلاص ده الكونستراكتور الاول. وكان عايز مني كونستراكتور تاني بس من غير ما ابعت له حاجه هيظبط الار على واحد، فعملت اتنين كونستراكتور. هنا اداني قيمه ان انا اقدر اعمل كذا شكل من اشكال الانشاء، وهعرف فاريبل هسميه اندرسكور ار، وده اعرفه فلوت طبقا للنوع اللي انا حددته تحت. تمام، طيب في الكونستراكتور الاولاني هقول ان الاندرسكور ار بتساوي الار اللي هي البارامتر اللي اتبعت، يبقى كده القيمه اللي انت هتبعتها وانت بتنشئ السيركل هحطها جوه الاندرسكور ار. الكونستراكتور الثاني هو قال لي ان اظبطه دايما باي ديفولت على واحد لو هو ما حددش، فقلت خلاص الاندرسكور واحد هخليها بتساوي ايه؟ بتساوي واحد، لان هو قايل لي لو ما كانش ما بعتش يبقى اوتوماتيك بالنسبه لي بواحد. طبعا كنت ممكن اعمل الخطوه دي، انا فاهم ان كنت ممكن اعملها في بفكره ان انا اعمل اوبشنال بارامتر، لكن انا بعملها ليه على مرتين عشان اعرفك حاجه اسمها اوفرلودنج. الاوفرلودنج بتقوم على عدد البارامتر. ممكن اعمل طبعا نفس الفكره بالكونستراكتور ونفس الفكره بالفانكشنز، ممكن تبقى نفس اسم الفانكشن بس عدد البارامتر مختلفه او انواع البيانات بتاعتهم مختلفه، واقدر اعمل نفس الاسم كذا مره وكل مره بتعمل حاجه مختلفه او فيها بعض الاختلافات، بس لازم يكون عدد البارامترز مختلفين او انواع البيانات بتاعتهم مختلفه. ده مفهوم الحاجه اسمها اوفرلودنج، بعمل اوفرلودنج للميثود، بعمل اوفرلودنج للايه؟ للميثود. اما بالنسبه للبي اي، هو قال لي ان هو عايز يعمل بي اي اللي هي الباي، ودي عملتها فلوت، وهقول له ماس دوت باي، هنادي على الباي اللي هي 22 على 7 اللي هو الثابت المعروف بتاع الرياضي يعني. بس طبعا هنا هو الماس دوت بي اي كان دبل وده فلوت، كنا يا ريتنا كنا عملناها كنا عملنا كله دبل وخلاص، مش مشكله خليها فلوت، تو فلوت حول، فحولنا ماس دوت بي اي الى فلوت مفيش مشكله. فكده اصبح البي اي بتاعي دوت ريد اونلي عشان عملته فال، خلاص عشان عملته بايه؟ بفال. بعد كده قال لي اعمل حاجه اسمها فانكشن اسمها اريا، فانكشن اسمها بيرمتر عشان تحسب الايه؟ الاريا والبيرمتر بتاعتنا. ماشي، هم جاي عامل فانكشن فن ومعمل له اريا، ومش هتاخد اي بارامتر لان هي هتقرا الار من فوق، لان هي بتعمل باي ضرب النص القطر التربيع اللي هي باي الار تربيع، فمفيش مشكله. اقوم قايل له ريتيرن على طول لان هي امر واحد او معادله واحده او ايكويشن واحده، هقول له باي ضرب اللي هي بقى ممكن اقول ماث دوت باور او دوت باور، او ممكن اضرب ار في ار زي ما انا عايز، هقول ماث دوت باور، واقوم جاي هنا باعت له ايه؟ الاندر سكور ار عشان استغلها اللي هي متعرفها فوق ضرب 2. تمام، طبعا الاثنين طبعا بالنسبه لي هنا لازم نحط دوت واعرفه ان هي فلوت عشان يكونفرتها ان هي الفلوت يعني. قال لي لا ده انا اصلا ماس دوت باور بتقبل دبل. قلت له ماشي، يبقى لازم نعملها دوت تو دبل. يعني كنا عملنا ممكن كنا نعيد كله ونعمله كله دوت تو دبل ونريح نفسينا احسن، لان يعني كده هضطر احول الار لدبل والاثنين لدبل
هعمل كله يعني هغير كله هيبقى كونفرتات، مع ان المثال مش عشان الكونفرتنج يعني، فمعلش نعيد كله على دبل على طول رايح نفسينا، شيل بقى اللي هي دوت تو فلوت خلينا على طول كده، والار خليها دبل، كل حاجتنا تبقى دبل، فهتبقى الدنيا بالنسبه لنا هي الدوت وخلاص اريح، عشان بس الايه الكونفرتنج الكتير هتعمل لنا. احنا بنضرب مثال بس على فكره الكونستراكتورز والاوفرلودنج والكونستراكتور، مش محتاجين نخش في تفاصيل اكتر من كده دلوقتي. ماس دوت باور ار والاثنين طبعا عشان بس ما فيش ريتيرن، فعرف في الاريا ان هي هتريتيرن دبل. دي الفانكشن بتاعت مين؟ بتاعت الاريا. هعمل فانكشن ثانيه للبيرمتر واحط المعادله. انا بس اهم حاجه تعرفوها في الاوفر، احنا عرفنا طبعا الكونستراكتور هتبقى سهله، لكن اهم حاجه الاوفرلودنج هو ان انا اعرف فانكشن او نفس الكونستراكتور اكتر من مره بنفس الاسم بس عدد البارامترز مختلفه او انواع بياناتهم مختلفه. دي بنسميها عمليه الاوفرلودنج، يعني اكتر من فيرجن، كل فيرجن بيشتغل باسلوب او ليه عمليه خاصه بيه. خلاص طيب البيرمتر طبعا 2 ضرب البي اي ضرب ار، ده كانت المعادله اللي بتحسب لي البيرمتر اللي بيريتيرن ليا دبل كده. بالنسبه لي انا عملت الايه، عملت الكلاس بتاعي، ممكن اعمل الفانكشن اللي اسمها مين واعمل فيها الاوبجكت اللي يستغل الكلاس اللي احنا عملناه اللي هو شبه متكامل وبيعمل عمليات، وقدرنا نوصل لشكل ما من من الكلاس يكون فيه فانكشنز وفيه بروبرتيز وليهم معنى واقدر اشغلهم. فهعرف var سي سيركل، وقال لي طبعا ممكن تبعت ممكن ما تبعتش، قلت له مش هبعت، يبقى كده هيشغل الكونستراكتور الثاني لانه عرف ان مفيش بارامتر مبعوث، فهيشغل الكونستراكتور الثاني وهيظبط الار على واحد. خلاص كده خليها سي 1 ماشي، واعمل فارت سي 2 بتساوي سيركل، بس المره دي ابعت قيمه مثلا وليكن 3 مثلا. خلاص يبقى كده ايه، الاولانيه هيظبط الار بتاعته على واحد، الثاني هيشغل الكونستراكتور الاول عشان ياخد القيمه اللي انت بعتها ويحطها للار ويخلي الايه الاندرسكور ار ب3. لو حبينا بقى نجرب نطبع الاريا والبيرمتر بتوع السيركل 1 ونطبعهم تاني بتوع السيركل ايه السيركل 2، فاقول برنت لاين على الاريا اوف سيركل 1 واعمل الديليمتر اللي هو بتاع الدولار ساين وانادي على سي 1 اريا، فيطبع الاريا. اعمل واحد تاني للبيرمتر وواحد تالت وواحد واثنين تاني عشان السيركل التاني. بيرمتر اوف سيركل 2 بقى في سيركل 1 زي ما انا اسف زي ما احنا بس ايه سي 1 دوت ايه بيرمتر. طبعا تلاحظ ان الاندر سكور ظاهره والبتاع والكلام ده، طبعا ممكن اعمله برايفت، اعمله برايفت احسن، اعمل الار الاندر سكور ار برايفت برايفت فاريبل اندر سكور ار، عشان ده مش محتاج ان احنا نوصل له غير جوه الكلاس بس، فعملته برايفت يعني خاص ان اقدر اتعامل بيه واشوف الاندر سكور ار اثناء طول ما انا جوه الكلاس بس. وهيعمل نفس الكلام بس على سي 2، هطبع الاريا والبيرمتر برضو بتوع سي 2 واكتب بيرمتر وانادي على الفانكشن اسمها بيرمتر. طبعا بقول دوت ما بيظهرش غير الاريا والبيرمتر والباي اللي هم الثلاثه اللي احنا عايزين نظهرهم بس. تمام طبعا لو حبينا نضيف كمان جوه الباي مش هينفع. تعال نعمل ران ونشوف النتيجة. زي ما احنا شايفين قال لي الاريا والبيرمتر بتاعت السيركل الاولى جابت 3 وشوية و6 وشوية، اما في السيركل الثانية جابت لي 28 وشوية و18 وشوية. دي النتائج بتاعتنا طبعا عشان دي بواحد ودي بايه ودي بثلاثة. طبعا لو السيركل الثانية دي كنا ظبطنا احنا بعتنا بايدينا واحد، فالمفترض النتائج تطلع ايه بالنسبة لنا، تطلع النتيجتين بتاعت الاريا والبيرمتر للاثنين واحد. احنا لو عملنا اللي هي ايوه عملنا نجربها، لو عملنا السيركل الثانيه عملناها بواحد، فمعناها ان المفروض كده القيمتين راحوا على واحد. فلو عملت ران مفترض الاريا والبيرمتر زي الاريا والبيرمتر بتوع الثاني على طول، مظبوط 6 و 6 وشويه 3 وشويه وفوق نفس الايه نفس الكلام. بس تعالى نسيب قبل ما نسيب بس نبقى سايبه لكم على رقم مختلف عشان لما تجربوا الايه المثال.